الو الو الو، كل سنه. الو، الو اتفضلي، كل سنه طيبه. وحضرتك طيب؟ ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا بحضرتك، عامله ايه؟ اهلا بيك. كل ازيك يا سنه استاذه وانتم رشا، طيبين منورانا وكرم والله يا استاذه الصحه رشا. والجمال. ده بنور حضرتك. كل سنه وانتم طيبين وكل القناه طيبه، ودايما وانتي كده بالصحه والسلامه ثابته والله، وانتي وجودها، بالصحه. دايما قناه الصحه والجمال ثابته وجودها وسط القنوات الفضائيه، ودايما كده برامجها متميزة. وبهني كل زمايلي وكل العاملين بالقناة وكل اللي ورا الكاميرا، طبعا بيبذلوا مجهود رائع وكبير دايما، ودايما القناة متجددة بيهم ومجهودهم الرائع. وطبعا أخص بالشكر والتهنئة يا بمناسبة ريتك. عيد الفطر. اتفضلي اتفضلي، حضرتك سامعني؟ معاكي سامعك. الاستاذ نصر الشاهد والاستاذ محمد الشاهد، والحقيقه مش عايزه انسى حد من زمايلي العزاز، بس يعني انا كلهم بهنيهم طبعا ناس كلهم افاضل طبعا. وناس جمال جدا. يا ترى قضيتي العيد بقى ازاي حضرتك؟ اكيد بصراحه يعني هي البرامج ما بتنجحش الا بيهم، يعني طبعا شهادتي طبعا. مجروحه بس يعني لازم اديهم لا حقهم. ازاي ازاي طبعا، ده حضرتك منوره الدنيا كلها بصوتك والله. وانت كمان باطباقك الجميله ميرسي خالص، ميرسي، الله شكرا. يخليك. طب كل سنه وانتم طيبين، وكل اللي بيشوفوا البرنامج وكل مشاهدين قناه الصحه والجمال بخير دايما يا رب كده، طب احكي ودايما لنا بقى، مصر حضرتك جميله استقبلت العيد بناسها ازاي؟ وشعبها. نعم حضرتك حكي لنا استقبلت العيد ازاي، العيد الجميل ده بتاعنا. والله انا يعني بلتزم بالاجراءات الاحترازيه في العيد بصراحه، وقاعده في البيت. طب وعملت ايه بقى؟ اكلنا الكحك والبسكوت وكده ولا؟ اكيد طبعا العادات بقى الحلوه بتاعتنا في العيد ان احنا طبعا ناكل كحك وبسكوت وتيفور. انا مش عارفه حضرتك النهارده بتقدم طبق ايه بقى. انا بقدم ديسباسيتو، وبقدم اها، عبارة عن قلب جواه العيدية، بوكس جوا قلب ايه؟ مش شوكولاتة بس سامعه. كله عبارة عن شوكولاتة. اها، ايوه مع طبعا حضرتك. الحاجات الحلوه الجميله دي، يا ريتني كنت موجوده بقى عشان كنت ادوق. طيب وحضرتك يعني اخبار معاكي الشوكولاتة ايه؟ يعني لا بتحب بحبها الشوكولاتة، جدا من محبين الشوكولاتة ولا طبعا مش من محبين طبعا، الشوكولاتة؟ اكيد اكيد. طب وحضرتك بقى تعمل لي في ان شاء الله الفترة الجاية في البرنامج ايه؟ التطورات الجديدة؟ والله انا دايما بطرح وبعرض الموضوعات الايجابيه كلها اللي بتبرز النماذج المشرفه والرموز المشرفه في مصر، والمبادرات الايجابيه والنماذج الناجحه. دايما بحب اضبط واسلط الضوء على الضيوف المتميزين يعني. وطبعا هي مصر جميله دايما بشعبها. هو فعلا حضرتك كان واضح في الفترة الأخيرة التميز اللي حضرتك فيه والتقدم اللي حضرتك فيه بصراحة. ميرسي، يا رب يخليك، ده من ذوقك بس. لا بجد والله، يعني كان فيه تقدم وإن شاء الله من تقدم لتقدم بإذن الله في البرنامج. يا رب يخليك. هو بجهود طبعا زمايلي في القناة وبجهود العاملين في القناة، يا رب دايما عيد مبارك عليهم وعلى كل اللي بيسمعونا، يا رب يشوفونا. طب حضرتك إيه التطوير اللي تقترحيه علينا إن شاء الله؟ والله دايما الجديد، يعني دايما نسعى للجديد ونسعى للتطوير، ودايما نواكب يعني نواكب الأحداث اللي بتحصل، ودايما نطرح الموضوعات المفيدة للمشاهد اللي هتفيده، هتدخل كمان يعني طاقة إيجابية ليه، لأن أهم حاجة في الفترة اللي احنا بنمر بيها يعني من السنة اللي فاتت كمان لغاية دلوقتي، لازم نبث الروح الإيجابية في كل اللي بيشوفوا القنوات الفضائية أو الإعلام. يعني ده دور الإعلام. طبعا طبعا اكيد طبعا، وده يعني بفضل الله وفضل المجهودات بتاعتكم اللي حضرتك بتقدميه والبرنامج كله بتاع حضرتك المتقدم هو الإعلام طبعا تحديدا في رسالة قناة الصحة سامية، والجمال ودايما بصراحة. طبعا طبعا هي قناتي المفضلة وقناتي العزيزة، يعني بعتبر قناة الصحة والجمال بيتي التاني. طبعا اكيد طبعا، لان في مجموعة من الاشخاص الجميلة اللي بتتعاون معانا في كل حاجة بصراحة. بالظبط كده، شكرا يعني لحد. حتى الواحد هو طالع على الهواء بيبقى مطمن ان وراه قصد كبير من ال يعني ايه، الرجال الهمام زي ما بيقولوا، والله يعني مجموعة الجندي، مجموعة فعلا الجنود متميزة. المجهولة، هم جنود مجهولة فعلا يعني. بنشكر حضرتك جدا و ومن غيرهم البرنامج مش هينجح، او اي برنامج ما بينجحش الا وراه يعني جيش كبير يعني. طبعا 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 متشكر جدا لحضرتك ونورتينا، وانا سعيد جدا بالمكالمة بتاعت حضرتك جدا.
ميرسي ليكي.